العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والكتاب بعنوان الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، ألفه الشيخ وتناول فيه مجموعة من المباحث في التوحيد وأركان الإيمان، وركز فيه على شرح هذه الأركان وكذلك الكلام عن اليوم الآخر وما فيه من أمور اعتقادية. فهذا الباب ألفه الشيخ أو جعله من ضمن الكتاب وجعل العنوان أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية. ومعلوم أن التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبودية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وجاء هذا التقسيم بناء على استقراء العلماء لنصوص الكتاب والسنة التي تكلمت عن التوحيد. فاستقرأ العلماء، والاستقراء هو من المصادر أو من الوسائل التي يستخدمها العلماء للتفصيلات العلمية والتقسيمات والتعاريف وغير ذلك. فعموما العلماء من السلف من الأوائل قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام المذكورة من زمن الإمام أبي حنيفة النعمان المولود سنة 80 والمتوفى سنة 150، يعني في القرن الثاني الهجري، وبعد ذلك كالإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية، والذي نقلها عن أبي حنيفة وعن صاحبيه يعقوب بن إبراهيم وأحمد الشيباني وغيرهم، ومن بعدهم كالإمام ابن بطة العكبري والإمام الآجري أو ابن مندى صاحب كتاب التوحيد وغيرهم، إلى عهد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حيث انتصر ابن تيمية رحمه الله تعالى لهذا القول. والناس اليوم من الصوفية وغيرهم ينسب هذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية حقدا منهم وجهلا، لأنهم يجهلوا أن هذا التقسيم كان قبل ابن تيمية، وثانيا نسبوه إليه حقدا وعداوة منهم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهنا العلامة صالح الفوزان يقول: وقد تنوعت أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الإلهية. وهنا نذكر جملة منها، جمع جملة من هذه الأساليب. ولكن يا أخواننا قبل ما نبدأ في سرد بعضها، ما حنقدر نستوفيها كلها في هذه الكلمة المختصرة، ولكن قبل أن نبدأ في ذكر شيء منها نلاحظ يا أخواننا تعدد الأساليب في القرآن لتقرير توحيد العبادة، يدل على الاهتمام الواضح بهذه القضية. أنت اليوم لما يكون عندك أي أمر من الأمور وهو مهم، أنت عندك هذا الأمر مهم،
تتعدد أساليبك في تقريره وتوضيحه. ولذلك لما كانت قضية توحيد العبادة قضية أساسية في دعوة الرسل وخاصة دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت هذه قضية أساسية تنوعت الأساليب في تقريرها. ومن هنا نقول هذا يدل على اهتمام القرآن بهذه القضية. ولهذا كل من لم يهتم بما ركز عليه القرآن وركزت عليه دعوة الرسل، كل من لم يهتم به فليس على طريقة الرسل. القضية الآن مو إنه إنسان ألقى محاضرة في التوحيد وانتهينا خلاص، لا، المقياس ما هو تركيز الإنسان في دعوته على ماذا؟ إذا كان مركزا على التوحيد تأصيلا وتقريرا ودفاعا وردا للشبهات وبيانا لما أشكل وإظهارا لحقائقه، وكذلك بيان لمظاهر الشركيات، ما يبقى كلام مجمل، تبين مظاهر الشرك التي خالف الناس بها التوحيد، وبعد ذلك كله توالي على هذا وتعادي عليه، وإلا يبقى دعوتك عبارة عن شعارات. توالي عليه وتعادي عليه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فأنت إذا لم تصل إلى مرحلة أن توالي وتعادي في التوحيد فأعرف أنه لسه في خلل. طيب، يقول وأنا أختار منها، ما ببدأ بنفس الترتيب اللي جعله الشيخ لعله الزمن ما يكفينا، لكن أبدأ من غير ترتيب. منها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية. وهنا يا أخواننا يتبادر سؤال مهم جدا، وهو أن من المسلم والمقرر لكل من قرأ القرآن أن مشركي العرب كانوا مقرين لله بالخلق والملك والتدبير وتصريف الكون وإنزال المطر إلى غير ذلك مما اختص به المولى عز وجل من أفعاله هو سبحانه وتعالى. دي مسألة مقررة، مشركو العرب كانوا مقرين لله تعالى بالربوبية. السؤال، لماذا تكلم القرآن أو جاء في القرآن ذكر توحيد الربوبية مع أن العرب ما خالفوا فيه؟ الإجابة، الكلام عن توحيد الربوبية يأتي كمقدمة أو
تأصيل ليوصل الناس إلى توحيد الألوهية، كأنك تبني معلومة على أخرى. لاحظ مثلا في الآية، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. يعني ده السؤال ده يا محمد وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، يوجه السؤال اليوم، الإجابة حتكون شنو؟ موجودة في الآية، فسيقولون الله. هل الكلام انتهى؟ الكلام ما انتهى على كده. فقل، يعني إذا أقررتم بأن من يفعل هذا هو الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، يعني الذي أقررتم بأنه يخلق ويرزق ويدبر، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن توحيد الربوبية يقود إلى توحيد الألوهية. ولذلك ما نوقش توحيد الربوبية باعتبار أن المشركين كانوا شنو؟ ما موافقين عليه أو مخالفين فيه، لا أبدا، إنما ليقرر به توحيد العبادة. يبقى عندنا من أساليب القرآن اللي هو الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد شنو؟ الربوبية، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق وإلى غير ذلك من الآيات. اثنين، قال الاستدلال على وجوب عبادته سبحانه بانفراده بصفات الكمال وانتفاء ذلك عن آلهة المشركين. أسلوب آخر يا إخواننا تجد في القرآن، يذكر آلهة المشركين وأنها لا تتصف بالكمال، مثلا كقوله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم جسدا له خوار. بعد يا ربنا قال شنو؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين. لما وصف العجل بأنه لا يكلم، دي صفة من صفات شنو يا أخواننا؟ النقص. فاتصف الله تعالى بضدها وهي صفة الكمال. وين بنلقاه؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، لاحظ الكلام هنا كان عن شنو؟ عن العجل وأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فربه يتكلم، أما إله المشركين فلا يتكلم. طيب، وهكذا يا إخواننا، لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى، واتصف بهذه الصفات رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لا أحد يشارك الله تبارك وتعالى في صفاته سبحانه وتعالى. ثلاثة، قال ومنها تعجيزه لآلهة المشركين. بعد ما بينا إنه من أساليب القرآن بيان كمال الله وضعف المخلوق المعبود، جاء هنا وقال تعجيزه لآلهة المشركين،
يعني هم عاجزين، عاجزين كقوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ ده ما بخلق. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ ده تعجيز لهم. يقدروا ينصرون؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون شنو؟ كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا عجز، إلههم عاجز، لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا عجز. كثير من آيات القرآن تتكلم عن عجز آلهة المشركين. قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكيدوني ثم لا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذن يا أخواننا، من أساليب القرآن بيان شنو؟ عجز آلهة المشركين، عاجزة، لا بينصرهم، لا يملك لهم النفع، لا ضر، لا يجلب خير، ها؟ وكان دعوهم ما بيسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بعديها ربنا يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يشاء، لاحظ، مع بيان عجز آلهة المشركين ربنا يوريك صفات الكمال عنده. قال: يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقبار الآيات من فوق في أول الصفحة: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. شوف، يبين لك في صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال لك: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. ربنا عنده صفات الكمال، أما المخلوق عاجز، ما عنده شيء، ما يملكون من قطمير. وده أتفه أو من أتفه الأشياء الموجودة. القطمير ده ما في عنده قيمة ذاته، هو ما عنده قيمة. هسه كان ادوك شوال بتاع قطمير، تسوي بشنو؟ أثر ردموا لك شوال هنا بتاع قطمير، بيجيب لك جنيه، بيجيب طعمية واحدة، طعمية واحدة وبجيبها. الله قال لك ما يملكون من قطمير، ما في أي فائدة، وبعد ده ما يملكوا. ومش هم ما عندهم، قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. يا أخي، هو لو عنده، هو ما عنده قطمير، ما عنده قطمير، ما عنده، لكن لو عنده برضو الله قال لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم. شوف، ده في هذه الآيات فيها، وكل هذه الصورة وكثير من صور القرآن، صورة الفاطر وكثير من صور القرآن فيها بيان لعظمة المولى سبحانه وتعالى وقوته وعجز آلهة المشركين. طيب، قال: ومنها تسفيه المشركين
الذين يعبدون غير الله. تسفيه، التسفيه يعني شنو يا اخوانا؟ شو يعني تسفيه؟ يقول لك زول سفيه، يعني شو سفيه؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف. اي زول ما بيحسن التصرف ده اسمه سفيه. عشان كده الصبي الصغير يعتبر سفيه. عشان كده ربنا قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وقالوا بتدخل فيها المراه برضو الايه دي بعض المفسرين، لكن ما معنى كل مره يعني. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، القروش ما تخليهم في يد المراه، انت في البيت خلي عندك اداره للبيت، القروش اللي خليتهم في يد المراه بيسوي لك كل الملايات جداد، ودارت تدق لها ذهب، ودارت تسوي شنو؟ وكبابي، بتودر لك الشغلانه كلها. فالسفه هو عدم احسان التصرف. والمشرك اسفه ذل، صح ولا ما صح؟ لانه اذا كان وضع الشيء في غير موضعه سفه. ما انت قال لك ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، ليه؟ لانه بشيل المال ده بخطه في محل ما حقته، مش كده؟ فاذا كان وضع الشيء في غير موضعه سفه فالمشرك اسفه السفهاء. لو السفهاء قاعدين كوم بيجاي، المشرك السفيه نمره واحد. لماذا؟ لانه اخذ حق الله عز وجل واعطاه للمخلوق الما بيستحق. عشان كده ده السفهاء. ولذلك قال تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه. ده سفه رقبته، ليه؟ لانه ملة ابراهيم هي التوحيد، والبخالف التوحيد معناه شنو؟ سفه نفسه. فاذا من اساليب القران تسفيه المشركين في عبادتهم لغير الله. قال تعالى: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون. شوف إبراهيم عليه السلام هنا جمع في هذه في عبارة الزجر والتأديب دي بين المشركين وبين اللي بيعبدوه، من الاثنين أدى أي واحد منهم النصيب. قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ليه؟ لأنهم عبدوا ما صنعوا، وهذا قمة السفه. عبدوا ما صنعوا. قال أتعبدون ما تنحتون؟ تسويتوا ده براكم وتعبدوا؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. لما انقطعت حجتهم قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. طبعا دي الشغله الليله دي. الجماعه في الاول بيبدوا معاك نقاش في الجامع، بيبدوا معاك نقاش يقول لك الواد ده بقول في شنو ده؟ تعال اقعد هنا، مالك انت؟ موضوعك شنو؟ تقول لهم ما تنادوا الشيوخ وكده. يقول لك حديث الاعمى يا ولد ما سمعت به؟ وعمه هو حديث الاعمى. يبدا معاك شبهات ويبدا يقنعك. لما نلقى ما في طريقة وانت تجي بكرة ترد الشبهات وتبدأ تتكلم تاني، يقوم عليك واحد بهناك بقرية، ما ده بتاع النظم انتهى، في بتاع القرية بيجاي. أصل قاعدين في الكراسي ديل بيكوركوا فيك وبعدين بيقرج بهناك. ها؟ العكازة قرية دي ما فيها مواد جماعة ديل ولا ايش؟ بيقوم عليك بتاع العكاز. ده النظام كده. عشان كده قالوا بعد ما غلبتهم الحجة قالوا ابنوا، ما في الأول بيناقشوا فيه، بيناقشوا فيه في الآلهة بتاعتهم. قال ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الحجة بقت عليهم حارة، زاغوا. دي عبد العزيز الكناني جابها في كتاب الحيدة، قال دي من نماذج الحيدة عند المشركين. الحيدة يعني شنو؟ الزوغة. زاغوا من الكلام. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
وما سألكم من أبواتكم كم بتسووا شنو؟ ما سأل، ده ما السؤال. السؤال قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. دي زوغة منهم، بعد زوغتهم دي معناها حجتهم انقطعت، بقوا بعد ده على المشاكل. لذلك جاء في كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية، قال أنهم يعني المشركين كانوا إذا غلبتهم الحجة لجوا للسلطان. طوالي قالوا لفرعون شنو؟ قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قلت خليه أصل الشغلة المدورة دي الله يامني، والرجالين بيفتحوا بلاغ تفتحوا دار تسوي شنو؟ افتح راسك بلاغ دار تستفيد منه شنو يعني انت؟ واحد انتصر به في النهاية بيلفوا بيدوروا، وآخر مرحلة بتاعتهم القرجة فهمتها؟ دي آخر المراحل اللي بيصلوا ليها. لكن شوف ربنا سبحانه وتعالى ورانا يا اخوانا سورة كونية، كده خلونا نمرق لكم حتة كده سورة كونية. الحوار في سورة إبراهيم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. الحوار ماشي بيناتهم. قال لهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباد، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. آخر مرحلة وصولها شنو؟ قالوا دي آخر المراحل البجولة في النهاية، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قالوا أولو كنا كارهين. كويس، بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى ورانا السنة الكونية إنه لما الطغاة يصلوا لآخر مراحلهم ربنا بيحسم لهم الأمر خلاص. قال لنهلكن الظالمين، انتهى الموضوع. بس انت تصبر كيف؟ انت تصبر اخر اصل اخر مرحله. لكن اغلب الدعاة ما بيصروا الاخيره، الامتحان الاول الثاني الثالث وقع، ادوا قروش رجع ورا، ما ادوا قروش عصروه بسجن رجع ورا. انت لو وصلت الاخيره، الاخيره شنو؟ لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. دي النهاية. قال موسى لقومه، هناك قصة موسى قال لهم شنو؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله وشنو؟ واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة الأخيرة حقت منو؟ شفت آخر الجيم؟ العاقبة للمتقين. دي سنة كونية. شفت السنن الكونية دي بتمشي كده في كل أمة من الأمم، السنة الكونية بتمشي زي ده. لكن ربنا بيختبر الدعاة، طب تصبر ولا لا؟ بتجيب فيها تو محطة، انت محطة واحد، محطة ستة، محطة كم؟ إذا وصلت الأخيرة لنهلكن الظالمين، ربنا منتقم منهم ويبتليك انت عشان تصبر. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. شوف الكتلة بتاعت المؤمنين دي ما بتمشي ساي، امتحانات غربال غربال، ده شغال طوالي يشوف الإنسان بيقع في ياتو مرحلة. في ناس بيقعوا بيجاي بتلو بالشباك، البيقع بيكسر رقبته، العفص القطر بيتعب هكذا. لكن نهايته والخلاصة لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. صلجات. قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قال ومنها بيان عاقبة المشركين الذين يعبدون غير الله، وبيان مآلهم مع من عبدوهم،
حيث تتبرأ منهم تلك المعبودات في أحرج المواقف. فبيان المآل، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا بيان حالهم إلى النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الموضوع ده ما فيه نقاش ولا فيه جدل. طيب، بيّن هنا أيضا ما يحصل بين المعبودين والعابدين من النزاع داخل جهنم. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم. لما يكون الناس الذين داخل جهنم ويقذف عليهم فوج جديد، لأن الناس زمر وأفواج، جماعات يعني وكتل، يقذفون في جهنم، فيقول الذين داخل جهنم للداخلين عليهم: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. اللي جايين داخلين من فوق بيقول لهم: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا. لأن المتقدم هو صاحب الضلالة. الخش بدري ديل الكبار، ديل خش بدري جوا جهنم. لما ديل جو داخلين عليهم قالوا لهم لا مرحبا بكم، الجداد قال لهم: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. بعد ذا كلهم قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. كويس. بعد ذا قالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. في ناس زمان في الدنيا احنا قالين انهم ما نافعين، كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا، احنا كنا بنستهزأ بهم ساي. أم زاغت عنهم الأبصار، ولا هم قاعدين في جهنم نحن ما شايفينهم. ربنا قال: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. خصام وشكله. قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا. الأخرى دي أجات متأخرة، والأولى ديل السادة والزعماء الكبار بتاعنهم. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف. ده معناه ده ما بحل لكم. لما تجي يجي الضعيف والتلميذ يقول عن الكبير بتاعه، يقول لي: ربنا أديه ضعفين. ده ما معناه تحله. ربنا قال له: لكل ضعف، لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وبالتالي يا أخواننا في صراع وفي شكله. ربنا سبحانه وتعالى بيّن للناس في القرآن عشان الناس تخاف. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول، يعني ردوا لهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، استسلام تام. وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبالتالي يا اخواننا الانسان لما يقرا مثل هذه الايات بيجيب خوف، وبيفهم انه الناس اللي بيدافع عنهم الليله دي
حيجي يوم من الأيام يتبرأ منه. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إلى أن قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الشدة في الدنيا براء تلقاهم مع بعض وطالعين ونازلين وعاملين طريقة ويخدعوا في الناس ويأكلوا أموال الناس بالباطل ويضللوا الناس في عقائد ويفسدون. ربنا قال مودة بينكم وين؟ في الحياة الدنيا ويوم القيامة. ثم يوم القيامة شنو؟ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. بالله شوف الكلام ده كيف مودة بيناته شكد. ربنا قال وتقطعت بهم الأسباب. ابن عباس قال المودة المودة بيناتهم المودة كان أساسا شنو؟ الطريقة المشتركين فيها مع بعض والضلالة اللي مدننها مع بعض والغواية اللي بيمارسوها مع بعض ده كان دي كانت أسباب المودة. عشان كده يوم القيامة ربنا قال وتقطعت بهم الأسباب. ما في سبب من أسباب المودة بعدين. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بالله شوف الكلام ده كيف. الناس يا اخواننا كان بتقرا القران. انا ما عارف القران ده بيقروا كيف هم ذاته. الصوفيه ده القران ده حافظينه ما بيفهموه. الواحد ما بيقعد مع رقبته برا ويدبر القران ده. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ديل ضعفة قالوا للسادة بتاعينهم لولا أنتم لكنا مؤمنين. شوف الشكل اللي بيناتهم رغم إنه في الدنيا هنا ما في شكله. في الدنيا هنا حبايب حبايب الحوار بيمش بيشتغل سمسار للشيخ بلقيت له الناس بيجيبون واجمعنا القروش تحت البياض وادها للشيخ كامله واعتقد انه لو دس حاجه مش لو دسها لو في قلبه اضمر انه يدس له قرش الشيخ بيعلم به. في قلبه ما بدس له قرش خليه يدس في جيبه يسلمها للشيخ كامله. بعد ده كله شوف الشكل يوم القيامه قالوا لهم لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال لهم انتم مجارمة براكم. وفي الحقيقة الإجرام مشتركين فيه الاثنين. الاثنين مشتركين في الإجرام. عشان كده ربنا قال عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. ليه؟ إنهم كانوا قوما فاسقين لأنهم هم أصلا مجارمة. كويس؟ عشان كده هنا قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. قال لهم أي إتوا ضللتونا. كيف ضللناكم؟ قال لهم مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله وقل لك ناديني في الشدائد واندهني وتعال ونحن منديك وفي كربك أنده وبتغيثك جنده. كويس؟ قالوا لهم استدعوننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال الحديد
مربط بها في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لاحظ ذا كله. الزول بيقرأ في القرآن ويجي بعد ده يقول لك شرك شرك عذبتونا شرك شرك. انت القرآن ده ما بتقرأه؟ ده كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ يقول ومنها رده سبحانه على المشركين في اتخاذهم الوسائط بينهم وبين الله بأن الشفاعة ملك له سبحانه لا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه بعد رضاه عن المشفوع له. قال سبحانه أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قضية الشفاعة واضحة بالنسبة لكم، الناس درستها في كتاب التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة القواعد الأربعة عفوا. فقضية الشفاعة قضية واضحة أن الله سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع إلا من رضي الله عنه بالتوحيد. عشان كده ربنا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لأنه هم الليلة الصوفية وغيرهم بيظنوا إنه الأولياء بتاعنهم ديل بمكانتهم دي بيقدروا بيشفعوا طوالي، بيشفعوا مباشرة حتى لو ربنا ما أذن لهم. وده غلط كبير جدا، غلط كبير. ولذلك الشفاعة لا تطلب إلا من الله، لأنه البشفع ده هو مكرم بالشفاعة لكن ما بيملكها. ربنا قال ولا يملكون، لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. حتى الرسل اللي بيشفعوا والملائكة ما بيشفعوا ابتداء من تلقاء أنفسهم، لا، إلا ربنا يأذن لهم، إلا ربنا يأذن لهم إنه يشفعوا. عشان كده لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا ربنا قال بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ربنا قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الملائكة والنبيين ربنا اتكلم عنهم، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة الناس فاهمينها غلط من الأول، هم فاهمين الشفاعة عند ربنا سبحانه وتعالى زي الشفاعة عند المخلوق، وده غلط. لأن الشفاعة عند المخلوق اللي بيشفع بيكون عنده يد على المخلوق، إما يكون المخلوق المشفوع عنده بقدر الشافع ده إما لرغبة أو لرهبة. دي الشفاعة في الدنيا كده، أنت الليلة بكون عندك موضوع معين، بكون عندك قريبك ضابط كبير ولا مسؤول، بتمشي تقول له يا أخي أمشي للزول ده، أمشي معاي نعمل الإجراء الكذا أو الإجراء الكذا. الزول اللي بتشفعه عنده ده بيقبل شفاعة الزول اللي شفع لواحد من سببين، إما لرغبة أو لرهبة، عشان ذاك لما يجيه برضه يسهل له أموره كده. لكن هذا لا يقال عن الله سبحانه وتعالى، ربنا لا يفعل شيء كالمخلوق رغبة أو رهبة، لا، إنما الله تبارك وتعالى يفعل كل شيء لحكمة ولعدله الذي يقتضي ذلك. عشان كده ربنا لا قاهر له، ربنا لا يقهر. عشان انت تاخذ في بالك انه بعدين والله ما النبي ما بكسر له كلام وكده، الكلام زي ده تقول كلام فارغ صحيح. طيب بعد ذلك قال ومنها انه بين سبحانه ان هؤلاء المعبودين من دونه لا يحصل منهم نفع لمن عبدهم من جميع الوجوه، وده بيناه. قال ومنها
ودع نذكر كآخر مسألة أنه سبحانه ضرب أمثلة كثيرة في القرآن يتضح بها بطلان الشرك. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا إخواننا، من أكثر الأساليب الظاهرة في القرآن الأمثال، كثيرة جدا، وأغلب هذه الأمثال على حسب علمي أغلب الأمثال دي في التوحيد. في سورة النحل بتلقى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، مثل في التوحيد. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. كويس، أمثال في القرآن. في سورة الحج أمثال، سورة العنكبوت، سورة البقرة، كثير من سور القرآن أمثال في التوحيد عجيبة جدا. من أروع الأمثال في سورة الروم، ربنا قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. عليك الله بس أتأمل المثل ده وأنا أختم بكلامي. قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شفعاء من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. المثل معناه شنو؟ الزول لو كان عنده خادم مملوك، مولى من الموالي، مملوك عندك، ده زمن الموالي والممالك زمان، هل المملوك بتاعك ده انت بتجعله شريك ليك؟ ربنا قال لاحظ: فيما رزقناكم، يعني ما في ملكك انت، ده ما حقك انت، عندك رزق بيت، عندك اكل مويه غيره، ده رزق الله اداك ليه، ده مو حقك انت. هل انت بتجعل المملوك، عندك زوجات، عندك مال وعقارات، هل بتجعل المملوك شريك لك في العقارات دي؟ اخوك بتجعله شريك لك، خليه المملوك، مملوك ده مرحلة بعيدة. اخوك بترضى يبقى شريك لك؟ ما بترضى. ممكن ابوك ما ترضى، وان كان المال ماله في النهاية. ربنا قال لك: اذا انت، ده مفهوم المثل، اذا انت المملوك بتاعك ما بتقبل تعمل شريك ليك في حاجة هي ما حقتك، فيما رزقناكم، ما حقك أصلا هو، فيما رزقناكم، إذا كان أنت ما بتقبل تبقي المملوك بتاعك شريك ليك في الحاجة اللي ما حقتك ذاتها، كيف تقبل إنه ربنا تجعل له شريك في ملكه الحق؟ الكون ده ملك الله، كيف تقبل؟ عشان كده ربنا قال سبحانه وتعالى: عما يشركون. ده ظلم. لذلك الأمثلة في القرآن من أقوى أنواع البيان. المثل بيفهم الناس، واحد أول ما تضرب له المثل بتقع عليه. أسأل النسوان دي البرضلين بشريك، خليك من الرجال. النسوان دي البرضلين بشريك، والله المرأة تسوي حاجة تجاه مفلس ممكن تمشي لك الأمور. كويس؟ يجيبوا لها خبر يقول لها: فلان ده عمل له حادث كراع وانكسرت، ممكن تمشي الامور وداك تمشي والمستشفى وطالعه بعمود ونازله بعمود. ده بيبقى لها برنامج ذاته مرات تتكيف، وكان انكسرت كراع بتكون قاعد معاه في البيت بتكون مبسوطه. النسوان بريد ان القعاد معاهم بس. كويس، ممكن تكون مبسوطه، لكن اوعاك يجيها خبر انه انت دار تعرس، اوعاك. ده ما بتقبله ليه؟ ليه؟ ما دار لا شريكة معاه، دار تبقى براها بس. إذا كان يا أخواننا الحريم وإنت ما حقها في النهاية، إنت عندك أربع خانات تاني ولا ثلاثة وهي الرابعة. كويس، إنت ما حقها براها كده. بعد ده ما بتقبل شريك لا بالحلال لا بالحرام. والله في وحدات أكان قول لها رأيك ده قبضوا في مع واحدة ساي كده بالحرام، تقول لك واصل الرجال المرات عندهم حاجات زي دي بسووها، لكن تقولها عرس أي شيء ولا عرس دي. شفتها يا اخوانا؟ المرأة ما بتقبل شريك، الله يقبل شريك لو في ملكه؟
في ملكه شريك له، وهو الخالق المتفرد بالخلق والتدبير. ربنا متفرد، ما عنده شريك ولا حد يساعده أبدا. ما عدا ربنا يقبل الإجابة لا. وبالتالي الأمثال دي كثيرة، ولو واحد عنده نشاط رجع كتب التفسير، تفاسير السلفية النقية كتفسير الإمام السعدي والبغوي ابن كثير الطبري، يعني القرطبي شوية فيه حاجات كده، لكن برضو من المراجع. والشوكاني نقي، لكن ما زي ما قال حمد أمان الجامي قال ما بالنقاء المطلوب يعني. وتاني أضواء البيان من التفاسير السلفية، تفسير ابن عثيمين لو تحصلت على نسخة منه، ما مكتمل لكن موجود مطبوع منه الآن 12 مجلد لو لقيته، صوتية موجودة. تفاسير دي لو رجعت ليها وبحثت الأمثال من أول القرآن إلى آخره وجمعتها في رسالة ولا بحث، والفوائد اللي فيها اللي طرحوها العلماء، يكون بحثي نافع جدا. لو في زول بحث في الموضوع ده ينفع الناس كثير، وخاصة الناس اللي عندهم رسائل ماجستير في بعض الجامعات، ده موضوع بتاع رسالة قيم جدا، ممكن تستعمل فيه بحث ومن خلاله تتعرض إلى كيفية مناقشة القرآن للتوحيد من خلال الأمثال. الأمثال دي فيها كلام كثير جدا وقيم، وأغلبها في التوحيد. فزول لو يتعرض للبحث ده يكون تمام. في واحد بذكر من طلاب الماجستير قدم مقترح بتاع رسالة في جامعة إسلامية في السودان هنا، كويس. مقترح الرسالة هو رجل في عموه سلفي يعني، فقال اللي هو شنو اعتراضات المشركين على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في الاعتراضات بتاعتهم الموجودة في القرآن يعني، داري ناقشة أو المهم عنوان قريب من ده يعني، شبهات المشركين حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، المهم بحث بالنوع ده. رفضوا ليه؟ والله رفضوا الرسالة. أنا ما أعرف السبب شنو، كده حللوا براكم. رفضوها ليه يعني؟ الله المستعان. المهم كده نكون وصلنا لختام كلمتنا، وإن كان لسه في بقية كلام، لكن شوية الزمن ضاق والناس بعيدة دار تحصل أماكنها، وفي مشايخ قاعدين وأنا تقدمت قدامه وتكلمت، طلعت هم أولى بالكلام، لكن مشوا علينا على كده.